ذكر الكادحين في يوم القيامة، وسيأتون على صنفين لا ثالث لهما. ما هما الصنفان؟ قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منه. هذه أشد ساعة تمر على الناس في يوم القيامة، هذه أشد ساعة تمر على الناس في يوم القيامة، عندما تتطاير الصحف فلا يدري الإنسان أن يمسك كتابه بيمينه فيبشر بعدها بكل خير، أو يمسك كتابه بشماله من وراء ظهره. أشد ساعة تمر على الإنسان يوم القيامة هذه اللحظة. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يحاسب حسابا سهلا سمحا. ما هو هذا الحساب؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه العرض على الله، يؤتى بالمؤمن فيستره ربه ويضع عليه كنفة ويقول: يا عبدي فعلت يوم كذا كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، فيقرره بذنوبه، فيقول له الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل وعلا: وينقلب بعد هذا العطاء وهذا الستر، أوتي كتابه بيمينه وستر عليه ربه فلم يفضحه بذنبه بين الخلائق، ينقلب إلى أهله مسرورا، يرجع فرح. يا إخواني، كل الكلمات تعجز عن وصف الفرح الذي سيكون عليه حال الواحد الذي أمسك كتابه بيمينه، كتاب السعادة الأبدية. صوروا معي يا إخواني، إنسان لن يشقى بعد تلك اللحظة أبدا، يرجع، أي سرور يحمله في قلبه؟ ما أنا أخشى أن تنشق الصدور من كثرة السرور. قال: فسوف وينقلب إلى أهله مسرورا، ويقول في الآية الأخرى في سورة الحاقة: هاؤموا اقرأوا كتابيه